في معانا مجدي من البحيرة. مساء الخير. الوادي الجديد يا فندم. من الوادي الجديد، اهلا وسهلا، اهلا بالوادي الجديد. يا ريت ما تقطعش عليا الخط. لا يا فندم، اتفضل قول براحتك اللي انت عايز تقوله. مذيعة جت في الشاشة بصراحة. نعم؟ أسوأ مذيعة جت في الشاشة. شكرا يا فندم، أشكرك. ألو؟ بكلمك بصفتي أحد أقباط مصر اللي كنت سبب رئيسي في موت 24 شاب مسيحي في مسبيرو بسبب تهيجك للجيش وللشعب. اتفضل كمل. ألو؟ الطريقة اللي اتكلمت بيها في إذاعة في تلفزيون الوادي، تلفزيون مصر. والاسلوب اللي بتتكلمي بيه اللي خليتي سبب كبير جدا في الجيش والشعب هاج على المسيحيين وماتوا 24 شاب بسببك وبسبب تصرفاتك وبسبب اسلوبك اللي كنت بتتكلمي بيه. شكرا.